أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع العراق ومن العاصمة بغداد، حيث يتساءل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وفيما بينهم لماذا صواريخ الميليشيات تقع دائما على منازل المواطنين وفي محيط المنطقة الخضراء؟ هل بسبب انعدام الخبرة في التصويب التي من المفترض أنها تستهدف السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أم أن الأمر مقصود، بمعنى أن الميليشيات المطلقة للصواريخ ترسل هذه الصواريخ وهي تعرف أنها لن تقع على السفارة الأمريكية بل في محيطها أو على منازل المواطنين، والغاية هي إرسال رسائل من قبل إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأننا قادرون على ضربكم من خلال ميليشياتنا في العراق متى نريد؟ وكالعادة حصل اليوم بأن صواريخ الميليشيات سقطت على إحدى الشقق السكنية القريبة من المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأمريكية، ما أدى إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة. صاروخ آخر سقط بالقرب من المعتصمين أمام بوابة المنطقة الخضراء، هؤلاء المعتصمين الذين يقفون هناك منذ أيام وهم من خريجي كلية العلوم السياسية مطالبين بحقوقهم في التوظيف. دعونا نتابع هذا المقطع. هذا صاروخ نانوجا، هذا جون، هذا مكان المعتصمين ما ينامون. طبعا العراقيون يعني عبروا عن غضبهم على منصات التواصل الاجتماعي جراء هذا القصف المتواصل الذي يتضرر منه المدنيون. دعونا نتابع بعض التعليقات للعراقيين على موقع فيسبوك. الأستاذ أبو علي العراقي علق وقال: إلى متى يبقى الاستهتار بأرواح الناس؟ لماذا لا يوضع حد للخارج عن القانون وأقاتل مثل ما أقاتل الإرهاب؟ رعد البصراوي قال: من يطلع المواطن يتظاهر حد للجسر، إذا راد يعبر يقدم شهداء بالجملة، ذول شنو السلطة اللي عندهم وما هي جهات داعمة لهم حتى الحكومة ما تقدر تمنعهم. خالد وليد قال: هؤلاء هم محور المقاومة أو المقاولة، ذيول إيران إرهابيين هدفهم قتل الشعب العراقي وزعزعة الاستقرار. طبعا كذلك اليوم حاولت عناصر الميليشيات اقتحام بوابة المنطقة الخضراء القريبة من السفارة السعودية، حيث أفادت مصادر حكومية بمحاولة اقتحام متظاهرين موالين للميليشيات إحدى بوابات المنطقة الخضراء القريبة من السفارة السعودية وسط العاصمة بغداد. هذه المصادر قالت بأن التظاهر الموالي للميليشيات جاءت احتجاجا على رسم كاريكاتوري نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية، والذي اعتبرته هذه الميليشيات إساءة للمرجع علي السيستاني، لكن الكاريكاتور المقصود منه هو علي خامنئي وليس علي السيستاني. دعونا نتابع بعض اللقطات من محاولة بعض الميليشيات اقتحام السفارة السعودية في بغداد. اقتحام المنطقة الخضراء الآن. يلا طب. اقتحام المنطقة الخضراء من قبل محبين أنصار السيد علي السيستاني. كلا كلا علي سعود. كلا كلا علي سعود. كلا كلا علي سعود. اقتحام الحاجز الأول للمنطقة الخضراء ودخول الأبطال. خليكم ويانا والبهول. طبعا مع العلم الصحيفة السعودية يعني أوضحت منذ اليوم الأول بأن هذا الكاريكاتور هو يمثل النظام الإيراني وليس المرجع علي السيستاني كما وضحت الصحيفة، لكن استغلتها الميليشيات لغرض ما. دعونا نتابع بعض التعليقات حول هذا الموضوع.
أبو أحمد قال الطريق لتحرير القدس الباب الخلفي للسفارة السعودية وقتل المتظاهرين والإخفاء القسري والسجون السرية. رعد البصراوي قال من يطلع المواطن الظاهر حد للجسر إذا راد يعبر يقدم شهداء بالجملة، ذولي شنو السلطة اللي عندهم وما هي جهاد داعمة لهم حتى الحكومة ما تقدر تمنعهم. أحمد قال لا كهرباء لا ماء لا رواتب بطالة أمراض مخدرات جو حار و و و ما أدري النوبة القائمة طويلة أو يحتجون على السعودية وغيرها. دشوفوا حالكم أول مرة دشوفوا حالكم أول مرة وصيروا مثل السعودية وتركيا، شوفوا البلد نخراء الفاسدين واللصوص والإرهاب، علما أن يحب العراق أولا وأخيرا. عصام علق ليش ماكو طرف ثالث وقناصة؟ لأن الطرف الثالث والقناصة بنفسهم يتظاهرون. نعم، إلى الحالة الصحية في العراق وبالتحديد إلى مستشفى النعمان في منطقة العظمية بالعاصمة بغداد، فعلى الرغم من حر العراق الشديد إلا أن مقطعا مصورا مؤلما صراحة انتشر على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيه جثث مرمية خارج ثلاجات حفظ الموتى لا يجري إدخالها إلا بعد دفع أموال وكذلك عند تسليمها لذويهم، وهكذا تجري الأمور في معظم المستشفيات بسبب النظام الصحي المتهالك منذ العام 2003 ولغاية الآن في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. طبعاً ما تشيلكم باعوا بس الجثث، بس الجثث باعوا، ولا حد مهتم ولا حد دار بال ولا أبد يعطيهم فلوس يمشون الجثة، ماكو فلوس ما تمشي الجثة. طبعاً هاي الجثة ما رأيت ضاعوا هالجثة، هاي مرة صار لها أكثر من 3 ساعات مشمورة، وهاي هم جثة مرة زين بعد الثلاجة شوفوها. طبعا هذا تصوير حي زين شوفوها، بس ضاعوا الجثة وين رحمة الله يا بشر يا بشر الله دا يختبر. شوفوا حاليا طبعا هاي بالنعمان، هذا حال الجثث مشمورة بالباب، ما حد له علاقة بها، يقتلها الحار يقتلها الفيشة. شوفون هاي أحد الجثث مشمورة بباب ثلاجة مع مستشفى النعمان باع الوضع. طبعا هذا المقطع لو كان في دولة غير العراق لاستقال وزير الصحة مباشرة، وربما الحكومة لو تحدثنا إلى نماذج لبعض الدول الأوروبية، ولكن لو كانت عربية على الأقل يستقيل وزير الصحة. طبعا العراقيون عبروا عن سخطهم وامتعاضهم لما وصل إليه العراق وفي كافة جوانبه الخدمية، ومنهم من علق وقال سرى قالت أوف يعني العراقي حتى هو ميت يأذو، لا حول ولا قوة إلا بالله. عطل المياح قال كارثة هذا الذي يجري بالعراق، دمروا بلد حضرت أكثر من 7000 سنة عن طريق هؤلاء العملاء المرتزقة السفلة، اللهم صلت عليهم ما لا يرحمهم. زينال قالت ليش هسه رئيس الوزراء الحالي ما يقدر يحاسب المقصر لو ما عنده صلاحية، بلد عجيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل وأسيل مع الأسف وصل بنا الحال إلى هذا المستوى بسبب أحزاب الخراب التي دمرت كل شيء بالبلد وأصبح المواطن أرخص شيء بربي يرحم الجميع. لا تتوقف معاناة المواطن العراقي عند الصحة والكهرباء والتعليم والخدمات وإلى آخره، كذلك الفلاح والمزارع العراقي يعاني أيضا، ومن جملة معاناته أن يتعب طول الموسم ويخسر المال الكثير لكنه في نهاية المطاف لا يستطيع بيع محصوله، والسبب هو إغراق السوق العراقية بالمحاصيل الإيرانية. وفي هذه الحالة أمثلة كثيرة منها معاناة المزارعين في قرية الشباب بمحافظة صلاح الدين مع محصول الطماطة المستوردة من إيران، حيث
تم ضرب الاقتصاد الوطني من قبل مافيات الفساد والميليشيات المتنفذة في العراق الذي بدأ يعتمد على المحاصيل الزراعية المحلية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل الزراعية. غياب تام لدور وزارة الزراعة في دعم الفلاح العراقي منذ العام 2003 ولغاية اليوم. دعونا نتابع هذا المقطع لفلاح من محافظة صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليك. شلونك عمي؟ صحتك؟ والله بالضيم. عمي حكم والله. والله صندوق السماكن هذا في الاستلام ماكه 15 الصندوق عليه حاطين مادة. والله عمي حك. وجاي نبيع ب 500 دينار. لا الله لا محمد الله هذا الوضع. الله كريم. طماطة إيرانية ب 750 وهاي ب 50 دينار. ليش؟ والله العظيم الطماطة الإيرانية ب 750 عملت عليها. هاي ليش؟ يعني هذه مو من العنقود. والله من العنقود. يعني أم العنقود هاي لو مو من العنقود. يا ناس يا عالم. يعني الله وكيلك ذابين عليها ملايين ملايين ذابين عليها والله كرام. يعني مو خطية الفلاح زين مو خطية الفلاح احنا نداعي يعني نداعي وزير الزراعة يعني بس شوية نظرته للفلاح زين ما يعرفونا الجهات المختصة بالفلاح يعني التعويض ما في تعويض عمي خسارة والله خسارة كبيرة الرجال احد الفلاحين الحد الآن حاط عليها 25 مليون وهي ما لازم الحد الآن 5 ملايين. طبعا من التعليقات حول هذا المقطع بشكل خاص ومعاناة الفلاح العراقي بشكل عام دعونا نتابع بعض من التعليقات. نهاد سامي قال دعم للفلاح ماكو، الحدود مفتوحة، الزراعة بالعراق فشلت لأن الدولة تريد تعتمد على المستورد وتأخذ ضريبة من التجار مثل ما سدت جميع المعامل وقامت تستورد أبسط الحاجات لأن بيها ربح أكثر وخلوا العراق بس يأكل وينام، لا مصانع لا معامل جاي يفيد الدول. وهذا اللي يقول الفلاح من تنسد الحدود بيع الطماطة ب 2500. حبيبي هاي طماطة مستوردة، الفلاح ما باع ب 2500. سعاد لو شوية الحكومة تدعم المزارع وتوفر إلى كل الأمور الزراعية كان طوال السنة يزرع ويبدأ، لكن الله لا ينطيهم لا دعم وفوقها يحرقون الزرع حتى نشتري من دول الجوار الحاقدة فقط لترفع من اقتصادها وتضرب اقتصادنا. أصبح أي شيء من الدول كافي، إنتاجنا أحسن إنتاج من الدول الحاقدة. شو وقت كانت الدول الجارة صديقة إن أذكروا الله. علي محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هم أهم شيء عندهم يستوردون من إيران، ما يهمهم المزارع العراقي. ورد البنفسج الله يلعن هاي الحكومة الفاسدة، كما قالت الكل متضرر منها، الطالب والموظف والمتقاعد والفلاح لعنة الله عليهم، كما قالت ربي ينتقم منهم. والآن إلى فقرة خبر مزيف، حيث تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانفجار محطة النجيبية في محافظة البصرة. دعونا نتابع المقطع المزيف هذا. طبعا الحقيقة يعني على الرغم من الانفجار صحيح وفي محطة نجيبية في البصرة، لكن الفيديو يعود لسنة 2015 لنفس المحطة قبل 5 سنوات.
الآن إلى البريد الوارد لقناة الرافدين، حيث أرسل طلاب امتحانات الخارجي في العراق هذه الرسالة فلنقرأها. السلام عليكم، نحن طلاب السادس العلمي الخارجي، نناشد بإجراء الامتحانات وشمولنا بالدخول الوزاري، كاننا شريحة مظلومة في المجتمع، ولقد عانينا في التقديم للامتحانات بسبب الوضع الأمني والمظاهرات وحظر التجوال، ودرسنا من العام الماضي، لذا نتمنى إيصال صوتنا من خلال قناتكم مع جزيل الشكر. والرسالة الثانية هي من سكان مدينة بسماية في بغداد، جاء فيها السلام عليكم، نحن سكان مدينة بسماية ببغداد نناشدكم بإنقاذنا من وباء كورونا بسبب حجر المصابين داخل شقق المجمع، رغم أن البناء الواحد يحتوي على 120 شقة سكنية، وهذا الشيء يهدد سكان المجمع بشكل عام، يتساءلون ويقولون أين وزارة الصحة، أين الحكومة الفاشلة، أين منظمات المجتمع المدني. والآن إلى فقرة هاشتاج. اعتقلت القوات الحكومية عددا من سائقي التوك توك في العاصمة بغداد، وذلك بعد إصدار قيادة عمليات بغداد أوامر بمنع سير مركبات التوك توك، كما وجهت بتغريم المخالفين للقرار. يذكر بأن سائقي التوك توك ساهموا بشكل كبير في دعم متظاهري ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة وميليشياتها من خلال إنقاذ أرواح المتظاهرين وإسعاف الجرحى الذين وجهت لهم القوات الحكومية والميليشيات نيران بنادقها، حيث حلت مركبات التوك توك محل سيارات الإسعاف في نقل الجرحى والشهداء إلى المستشفيات، كما ساهمت بمد المتظاهرين بما يحتاجونه من طعام وعلاج. بعد هذا القرار أطلق ناشطون واسم على موقع تويتر أبو التوك توك علم. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات تحت هذا الوسم. حسين قال: اليوم يعتقلون أصحاب التوك توك داخل بغداد، عندما كان الكاظمي في الغرف المظلمة مع بعض القادة الأشاوس يعملون على تفكيك هيكلة المظاهرات، كان أبو التوك توك ينقل الجرحى والمصابين بدون ثمن، ولأن يعمل ليلا نهارا لكسب لقمة العيش. أبو التوك توك علم. نهى غررت: التعجب اللي يستبشرون خير بهذه الحكومة وكأنها ملائكية ونازلة من السماء، نتمنى ذلك، ولكن كيف يثمر الشوك عنبا. أبو التوك توك علم. سحب سلاح الميليشيات أولى وأهم من سحب التوك توك، ناس فقرة تحصل قوت يومها من التوك توك، غيرة أبو التوك توك على أبناء البلد أكثر من الميليشياوي الذي قتل أبناء البلد. أبو التوك توك علم. عادل كنو قال: كما وقف أبو التوك توك والستوتة موقفا مشرفا ووطنيا مع منتفضي تشرين الأبطال، اليوم وجب الوقوف معهم بقوة. أبو التوك توك علم. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. أكثر من 130 سنة احتلت فرنسا الشقيقة الجزائر، قدم الجزائريون 1.5 مليون شهيد أو أكثر لتحرير الوطن من احتلال مارس أبشع أنواع القتل والتعذيب. نقارن هنا بين الاحتلال الفرنسي للجزائر والاحتلال الأمريكي للعراق، وإن اختلف الوقت وتقدمت التكنولوجيا والحضارة، إلا أن الاحتلال احتلال، لما لم يجني منه العراق إلا الخراب والدمار. نعود إلى الجزائر التي وافق اليوم عيد استقلالها 58 من الاحتلال الفرنسي، حيث وصلت يوم أمس وبعد 170 سنة رفات مقاومين جزائريين ضد الاحتلال الفرنسي ليتم دفنهم اليوم في أرض الوطن تزامنا مع يوم الاستقلال. دعونا نتابع هذا التقرير المصور لموقع أنا العربي. مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنسان في الدفن أكثر من 170 سنة.
بعد أكثر من 130 سنة تحررت الجزائر، وإن طال الزمن وعاد رفات 24 من المقاومين الجزائريون الجزائريين ليحتضنهم الوطن في عيد استقلاله كما احتضنوه قبل 170 عاما وقدموا له الروح. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.